تمام. كنا بنحكي عن الماضي الزواشي، عزلناه هذا التايب تاني عشان بعمل له اكسبورت، استعمل مطرح بالبارنت كومبوننت وبالتشايلد كومبوننت. البارنت هو الاب كومبوننت، تشايلد هو فيدباك. شو يعني بارنت وتشايلد؟ مش اذكركم، بس البارنت هو المحل ما بعيط للتشايلد كومبوننت. يعني مثلا بال HTML معيط لهذا الكومبوننت، فانا بارنت معيط ل child، معيط للتشايلد كومبوننت اللي هو اب داش فيدباك. اوكي، سو جوا البارنت بالبارنت وبالتشايلد كومبوننت اعطيته نفس التايب، يعني لازم مرق للتشايلد نفس شكل الداتا اللي بالبارنت جوا الانفو اري. اوكي، ليش؟ لانه انا بس بدي اطبع اللي جوا الانفو اري اللي هو هذا الشكل. طيب بنروح لهون على الفيدباك عشان نبلش نكتب الكوبون بقى. ليش عم بيقول لي هيك؟ عم بيقول لي object is possibly null. ليش؟ لأنه أنا أعطيته initial value null، فهيفقع هون. فشو بعمل؟ بس مشان نطفي هالايرور بقول له علامة استفهام هيك. هذا شو يعني؟ نطلع لي علامة تعشب أنا. لا لا، علامة استفهام هيدي الكوشن مارك، هيدي شو بتعمل؟ نسيت شو اسمها الأوبريتر، بتعرف؟ بعطيه the null chain، أنا بتعطي إن هو منو النال. null chain type script optional chaining. هون هذا هو اسمه optional chaining. فشو بيقول هذا؟ شو بيعمل هذا العلامة الكوشن مارك؟ بيقول إذا في the data، إذا هالأوبجكت منه نال، كمل لي على هذا الكي. أوكي، طيب هذا منه شغلة، هذا كهيك علامة، أو عفوا معلومة هيك على جنب، هستعمله هلا بعد شوي كمان. فمش هلا شو بدي أعمل؟ هلا بدي أرسم هذا الكومبوننت، أكتبه يعني. أوكي، سو أول شيء بعمل ديف، بيحوي الكومبوننت كلياته. ديف بسميه مثلا كلاس كونتينر مثلا، بقسمه شقفتين، فيني اقسم هذا شقفه وهذا شقفه. ديف كلاس، شو بنسميه هذا مثلا؟ ديسكريبشن وفول نيم، شو بنسميه؟ شو عارفين ديسكريبشن؟ نعمل ديف تاني اسمه ريتنج مثلا، ماشي، او ريتنج اند نيم. فيني سمي هون شو ما بدي، بس عشان حدا يفكر شيء. اوكي، خليني اعمل سيف، اسكر كل شيء الا هذا عشان اخفف عجقه. خليني افتح سي اس اس. اوكي، سو هلا شو عملت؟ عملت سكشن هون وسكشن هون. اوكي، هذا السكشن اللي جوا بده يكون في جواته ريتنج، ماشي، هذا ريتنج وهذا فيرست نيم. اوكي، وفي عندنا هذا الافاتار، حطه هون مثلا. شفت شو عم بعمل؟ عم بعمل مثل اوفر فيو، او بكتب اللاي اوت ان جنرال، يعني بشكل عام كيف رح يكون اللاي اوت. شوف، يعني انا قسمت هالكومبوننت شقفتين، شقفه اللي فوق وشقفه تحت. اوكي، الشقفة اللي تحت الصمتة شقفتين كمان، شقفة هيك وشقفة هيك، ماشي. بس هلا رح يفوت، رح يكون رح يجي كله جنب بعضه أو تحت بعضه، فنظبطه عن طريق فلكس، شيء بالسي اس اس اسمه فلكس. اوكي، خلينا هلا نعرض بس الشغلات، يعني الداتا قدامنا. أول شيء في عندي فول نيم، خليني أسميه مثلا هذا فول اند فول نيم. هون شو بنعمل؟ بنعرض كمان عندنا شغلتين، عندنا كلاس ديسكريبشن
سميه مثلا description هون، وعندنا وعندنا شو اسمه full name. كمان ما تفكروا ان انا عم بكتب شيء عن قصد، انه كلاسات عم بكتب اسماء عن قصد، فيني اكتب شو ما كان، بس عم بكتب هلا شيء معبر. اوكي هون full name، شو بدي اكتب بالfull name؟ the data dot، شفتوا كيف اعطيني اوتو كومبليت دغري؟ لانه ليش اعطيني هذا المنيو؟ انا حطيت له ريتنج موديل، فالفيجوال ستوديو فهمان التايب سكريبت كيف يشتغل، فلانه ما اعطي ريتنج موديل ف اعطيني اوتو كومبليت منيو بروفايل فول نيم اي ار. اوكي واعطيني، بس حطيت انتر، اعطيني دغري هيدي انه مشان اذا هذا نول ما يفوت ما يكمل عليه. فيني انا اعمل شيء هون ان جي اف انه ما يحط لي ما يبين لي هذا الكومبوننت الا ما يكون في عندي داتا، اذا كان تروثي فولسي هون، اذا هذا موجود في داتا اعرض لي هذا الديف، else ما تعرض لي شيء. هذه فيني اعملها هون وفيني اعملها من برا من البارنت، والافضل من برا. فالمهم خليني اكمل هيك، حطيت بروفايل فول نيم هون، وشو كمان بدي احط ديسكريبشن. شفت كيف اعطيني اوتو كومبليت كمان؟ اوكي شوفي هلا هسه كمان هون هذا الافاتار شو كيف بنعمله؟ في كذا طريقة. هلا سكوير براكت يعني خلينا 2 زائد 2 ال first name، هذا هو dot first name ir. فينا نعمل شغلة انه splice، يمكن ذاكر splice 0 1 1 خليني أجرب خليني أجرب السلايس، إذا ما نكون ذاكرين كيف تشتغل شي فانكشن بجربوها بالران بالدف تولز أو بتدوروا عليها، فخليني أشوف كيف بتشتغل هيدي. بدي أنا أول حرف ماشي، فبذاكر ذاكر بالجافا سكريبت في شي اسمه سلايس أو سبلايس أو سب سترينج، يمكن ذاكرين substring من الجامعة من الهيدا. اوكي هذا هو اللي بدي انا. ليش عم بعمل دوت هيك؟ لانه بدي دوت اول حرف من ال first name، فبعمل substring 01 ماشي، مفهوم لهون؟ ايه طيب الريتنج شو بنعمل فيه؟ هلا بنعمل له كومبوننت لوحده، بس خليني هلا اطبعه كرقم بس. شو الريتنج؟ خلينا نعمل نمحي هذا ونكتب دوت ريتنج، والفيرست نيم هو الفيرست نيم. شيل هذا. اوكي خلينا نشوف كيف بيطلع شكله. والله رايكم احلى؟ خلصنا خلص. هلا بدنا نعمل له ستايل ماشي، بدنا نعمل له ستايلينج. اذا ملاحظين كل ديف هو كومبوننت ماشي، هو يعني ديف جواته اب داش فيدباك ماشي. فينا نخليه دغري يعمل لوب على الاب فيدباك، يعني عفوا يعمل برنت للاب فيدباك دغري، بنشيل الديف هون نحطها ng داش كونتينر. فإذا حطيت ng داش كونتينر شو بيصير؟ هيدي الديف اللي فوق الاب فيدباك ما بصير يطلع ماشي، او فينا نحط ال ng 4 دغري على الاب داش فيدباك. اوكي بس شو الفكرة؟ ليش نحن نستعمل ng container؟ لأنه أنا ما فيني أحط ng 4 و ng f على نفس الكومبوننت،
فبعمل مثلا بحط ان جي 4 على كونتينر، بحط جوات ال جو يعني جوات ال جي 4 ان جي اف على كومبوننت. فبس هيك كمعلومه انه ليش نحن ساعات بنستعمل ان جي كونتينر. ف كنترول اس شو بلاقي هون؟ بلاقي انه طبع لي 1 2 3 4 كومبوننتس. ليش؟ لانه الاري هذا الانفو فيه 4 ايتمز. وين هذا الاري الانفو فيه 4 ايتمز؟ كيف على كل برمي طبع اب داش فيدباك؟ مفهومي لهون؟ Yes. تمام. اوكي، هلا صار عندي كل الداتا قدامي. هلا شو بدي اتسلى بالستايلينج، صح؟ اذا ذاكرين نحن قلنا لكم بدنا نعمل الويث والهايت شيء معين، احنا قلنا ما هيك 400 ب 320 يمكن. ما هيك 400 بيكسل ب 320. هطلع اشوف الواتساب. ايه 400 ب 400 320. اوكي طيب، انا هلا شو عم بعمل؟ اذا ملاحظين عم بعدل بالستايل هون دغري بالديف تولز. هذا بيوفر علي بس اني اكتب بالاس سي اس اس هون، اكتب ورجع اعمل سيف وطلع وهيك دغري. بعمل لهم كتابي هون بالديف تولز، اكتبهم هيك وبنقلهم على الاس سي اس اس وبعمل سيف. اوكي، بس مشان السرعه. فحتعطيني ويدث وهايت. اذا ملاحظين هون في مثل بوردر، صح او ما في بوردر؟ ماني ذاكر، منه واضحة يعني. دي مثل شيد ايه مثل شادو. خلينا هلا ما نحط شادو. بوردن، نحط بس بوكس شادو. شي اسمه بوكس شادو كمان فيكم تدوروا عليه. 3 بيكسل 3 بيكسل 3 بيكسل بلاك. هلا بنعدل فيه لحتى يصير مثل هذا. ايه، وفينا نعمل له بوردر راديوس. هيدي البرمي، هيدي اللي هون هي راديوس، بسميها بوردر راديوس. اوكي، وهيدي هذا الشادو اللي ورا شو اسمه الكومبوننت هو بوكس شادو. مين منكم بيكره سي اس اس؟ ما حدا بيكره السي اس اس. تمام، بهاء طلع بيكره السي اس اس او بده يحكي شيء. حكينا يا بهاء، يلا. لا، ما بدي احكي شيء، بس بكره السي اس اس. ماشي. على فكرة أنا كنت بكره السي اس اس كتير كتير، وبعدين يعني أنا كنت باك اند. أول شيء أول فتت مع البرمجة كنت باك اند، ما كنت طيق شيء اسمه سي اس اس. ليش؟ لأنه ما كنت شاطر فيه. فبس لا تكسر راسي بكم بروجكت صرت تمام الحمد لله. صرت ما عم بشتغل على لي شيء 5 سنين، لا لي شيء سنتين ما اشتغل باك اند. ف هو هين هين، بس اوقات بتطلع لك شغلة بتدلك ما انت هو هي هو يومين لانه عم ما تطلع بتعرف، وهيك. لانه في شغلات يمكن ما بتعرف تعملها. كيف مثلا تعمل صح سنترينج لتاكس، سنترينج ل ديف صحيح، بالنص، على جنب هذا، جنب هذا، هذا فات بهذا. فهذا كله هي وبدها بينحل عن ترتيب. طريق فلكس وسي اس اس جريد. فاذا ملاحظين هون صار قريب تقريبا على الشكل ما هيك. ايه كتير منيح. ايه ده، وين ما حنزل نعمل شيء غير هيك.
شو بعمل كوبي لهذا الشيء، وين بحطه انا، وين عدلت، عدلت بالديف لكلاس تبعه اسمه كونت. فشو بعمل، بكتب دوت كونت اللي هو هون على فكرة، هذا هو ماشي دوت كونت، بعمل هيك، بعمل كنترول سيف كنترول اس اوكي، بلاقيهم كلهم تمام تغيروا. طب ليش انا، ليش مبينين هيك تحت بعضهم، انا بدي اياهم جنب بعضهم. فشو بعمل، في شيء اسمه فلاكس فيني استعمله، خليني بس حطهم بديف، هولي كلياتهم خليني احطهم بديف اسمه كلاس سميه بارنت مثلا. فهذا الديف اللي اسمه بارنت جواته في عنا لوب، على بنعمل لوب على عفوا بنحط فيه اللوب تبعية الاب فيدباك ماشي. فشو بيصير عندي هون، اذا ملاحظين هون في عندي ديف اسمه بارنت، كلاس تبع بارنت جواته الاب فيدباك، هذا شو بعمل، بقله ديسبلاي فلكس. شو يعني ديسبلاي فلكس؟ شي بالسي اس اس بيخليني، بيعمل تثبيط لللاي اوتس تبع الشيلدرن اللي تحت منه. بس ليش هيك، في ليش هيك معمول اوكي. ايه بدنا نقول له نزل على سطر جديد اذا ما كفت، ما كفت المساحه. شو بقول له، فلكس راب راب اوكي، هيدي شو بتعمل، فلاكس راب، بتقول له اذا ما كفتك المساحه للولاد تبعونك يا هالديف، زل على سطر جديد ماشي. اذا بنشوف شو بيصير، اذا شلته، اذا ملاحظين صار في عندي سكرول معك، فمشان ما يصير عندي سكرول بقول له بعطيه فلاكس راب راب ماشي. فينا نعمل نظبطهم، يعني نظبط لهم شكلهم جنب بعضهم بطريقة غير الفلاكس اللي هي سي اس اس جاب، محطوط فيها هلا. في جاب كمان، في جاب مثلا ايه فينا نحطه 20 مثلا بيكسل كل تلاتة، كل تلاتة عرو وبعض عن بعضهم هالأساس كله. بقول له align items space between، لا align شو؟ align content يمكن زي كده، space between justify content. x direction row تمام، justify content space between justify content مظبوط. فشو عم، شو صار، صاروا بعض عن بعض. فينا نعطي gap كمان، أو نعطي margin top لكل وحدة فيهم، هذا الكونتنت أعطيه مارجن توب. أوكي صار شكله مقبول. أوكي وهذا البارنت شو أعطيته؟ أعطيته فلاكس. تمام هلا خلصنا من ال من الشيء اللي برا، هلا شو بدنا نعمل، بدنا نعمل ستايل لكل شيء جوا اوكي. بس مشان ما الوقت يطول عليكم، خلينا نعمل، نبلش بالريتنج كومبوننت، بعدين اخر شيء اذا ضل معنا وقت من نعمل ستايلينج للباقي ماشي. فالريتنج بدنا نبين ستارز نجوم حسب الفاليو تبعية الريتنج اوكي. سو شو برأيك، كيف برأيك يكون نعملها؟ يعني في كذا طريقة. هي احسن طريقه نستعمل ام بي ام، يعني ما عرفت كيف يعني، بس انه في كمان library، نتعلم كيف نستعمل ام بي ام، كيف في نعمل third لوجن party وكذا. library، في third party library اسمه مثلا npm rating star انجلر ريتنج ستار، يعني في ايه في رياكت صح. ريتنج ستار كمان. عليك يا
يلا نشوف. وين ال documentation تبعه؟ أحيي ال documentation، نفوت عليه إذا بدكم. أوكي، شفتوا أنا شو عملت؟ رحت على ال title documentation ال NPM page تبعه، فوين وديني؟ وديني على ال GitHub documentation. هو عامل شيء بالويكي، كل جيت هاب بروجكت فيك تعمل شيء اسمه ويكي بتحطوا فيه documentation. ما ضروري كل ثيرد بارتي لايبرري هيك، بس صدفة انه هذه الثيرد بارتي لايبرري هيك لايبرري فيها هذا الويكي. المهم بيقول لك اعمل له انستول واستعمله هيك، بتمرر له ريتنج و بتقول له ستارت تايب، ما بعرف شو هذا ستارت تايب، بس انه هذا شيء جاهز فيكم تستعمله ماشي، وبتعمل له امبورت هيك وكل شيء. هلا اذا نحن بدنا نعمله بايدنا مشان نستفاد تمام. شوي، شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل كومبوننت فينا في، نعمل انه اري صحيح، بدنا نعمل كومبوننت بياخد او ما بياخد، خلينا نبسط اكثر هيك. كومبوننت بيعمل لوب، يعني بيعمل ان جي 4 على اري اوف 5 ايتمز، لانه سنس نحن عندنا الماكسيموم هو 5 صح؟ بيعمل لوب على 5، على اري اوف 5 ايتمز. اوكي، بيعمل بيطبع فيهم ستارز فاضيين ماشي. شو بيكون هو بيستقبل؟ كم بيستقبل هذا الشيء؟ هذا الريتنج بيستقبل فاليو، هالفاليو ممكن تكون من، ممكن تكون 0 ل 5 ماشي. إذا مرقت له 1 بده يعبي أول ستار، 2 تاني ستار، 2.5 2 ستارز and a half. فهمتوا علي؟ يعني نجمتين ونص. فكيف بدنا نعمل هيدي؟ هيدي بدنا نشوف، نعمل كومبوند جديد. فيني اعمله جوا الفيدباك، فيني اعمله برا، فيني اعمله وين ما بدي، وين ما بدي هذا الكومبوننت ماشي. ما ضروري يكون جواته او براته او، فبس مشان السرعة رح اعمل، او مش مشان السرعة خلص بعمل هيدا بلا هيك، خليني اسميه ريتينج هلا نظبطه. انا بس عم بعمل كوبي بيست، بس مش السرعة، بعمل له كوبي بهذا الكومبوننت بدي اعدل عليه. بسميه مثلا، لو فيني مثلا مشي، او فيني اخليه هيك ما عندنا مشكلة. اوكي، صار عندنا كومبوننت، خليني اعمل له ديكلير هون بالاب موديول عشان اقدر استعمله. اوكي، صار عندنا كومبوننت اسمه ريتنج ماشي. طيب هذا الريتنج شو بياخد؟ بياخد انبوت الفاليو تبعت الريتنج ماشي. اوكي، بياخد value تبعت الريتنج، يعني اللي هي رح تكون 0 1 2 الى ال 5 ماشي. هون شو بنعمل؟ بنعمل div انا مشكلة div، وبنحط فيه ng4. هل ng4 على شو بدها تبرم؟ بدها تبرم على array of 5 items، يعني بنقول له let R مثلا of هيك 5. اوكي، سو بده يعمل 5 برمات هذا الدف ماشي. الكلاس تبعه مش كيف بدي لكم، هذا بده ياخذ كلاس نيم
حسب الفاليو اللي جايتنا من برا. كيف يعني؟ بده ياخد يا ستار فاضي، يا ستار معبي، يا نص ستار. اوكي سو كيف نعمل هيدي؟ رح اقول مثلا انه هذا الان جي كلاس هو بياخد ريجولر اللي هي فاضي او امتي. لا، هو في فيلد. اذا الاندكس تبع هيدي اصغر من الريتينج، بس هيك مش مميزة. انا حطيت اذا اخر رقم بالاري هو 0.5 بيعمل نص نجمه، اذا منه 0.5 بيحط نجم. فيك تعمل هيك، بس ما بعتقد اذا ما بعتقد بالضبط. هلا بنشوف. خليني اعطيه هذا كلاس باي ديفولت. كلاس باي ديفولت هو هيك مثلا اسمه ستار. اذا فيلد هو اذا كل اذا اندكس اصغر من الريتنج. يعني الاندكس شو هو؟ يعني الاندكس تبع البرمي تبعت اللوب. هيدا let i equal index is the green هو الاندكس تبع البرمي اللي تبعت اللوب هيدي. يعني i اول شيء بيكون 0، بعدين 1، بعدين 2، 3، 4. اوكي اذا ال i اصغر من rating اللي هو مثلا ممكن يكون 1، اوكي رح تكون معبيه 1 ستار بس، اللي هي 1 item. يعني رح افرجيكم بس لما نخلص. هاف اوكي. هون بدنا نقول اذا i اصغر من اذا i equal ولا اصغر من math dot. اوكي في عنا اول شيء بدنا نستعمل موديلو سما ذكر هاي موديلو لا مش هاي ريتينج موديلو لل 1. اذا ضل في رست عندنا يعني هو نص موديلو. يعني اذا انا قسمت مثلا 3.5 على 1 شو نش يعني شو الفاضل من رسمي على 1 هو 0.5. يعني في فاليو يعني بياخد هاف. بس هون بدنا نزيد لسه شيء انه ال i اصغر من math dot floor or لل خليني اجيب هيك احطها ب function. انا هيدي اعملها قبل ما احكيكم. الريتنج هون هون المفروض تكون equal floor. لا أصغر. أنا أشوف شو بصير. خلينا نجرب هذا الكومبوننت. ما أعطينا شيء بالCSS صحيح. اوكي طيب انتوا بالحاله الطبيعيه عندكم مثلا بشركه بده يعطيكم ديزاينر مثل ما قلنا بي اس دي يعني فوتوشوب فايل، او يعطيكم لينك على شيء اسمه فيجما. هذا الشيء عم بستعمله جديد.
بتطلعوا منه الاشكال اللي بدكم اياها. مثلا نحن عايزين مثلا هلا شكل النجمه، اوكي هو بيكون مجهز لكم شكل نجمه، بيعطيكم اياه وبتحطوه، بتحطوه شو اسمه بالويب اب تبعكم بالاسيتس. اوكي اسم البيج بس اللي ذكرته، نعم. شو اسم البيج تبعت الايكون؟ في كذا كذا سورس. رح نشوف مثلا هلا، رح نشوف هلا فونت اوسم مثلا. حدا مشتغل بالفونت اوسم من قبل؟ في عندنا مثلا هذا، اذا ما اعطيكم ديزاين ولا شيء، يعني انتم مضطرين تعملوا هالتاسك باي ثمن، او اذا عم تشتغلوا فريلانس مثلا. اذا عم تشتغلوا فريلانس ما حتجيبوا ديزاينر يعملكم شكل مشان تعملوا الكومبوننت تبعكم. في عندنا مثلا فونت دوت جوجل، في عندنا فونت اصلا فونت دوت جوجل. هذا بندور على شيء اسمه ستار مثلا، هون بنلاقي الايكونز اللي احنا بدنا اياها، يا نحن بننزلها اس في جي او بي ان جي، يا بنستعملها بالماتيريال ايكون دغري عندنا. بعدين بشرح شو يعني ماتيريال. هذا الفونت اصلا، نروح على الايكونز. هلا اذا وقفنا خلص الريكوردينج، لحل لكم اياه وابعث لكم اياه على الجروب. ماشي، ندور على ستار اوكي ومنلاقي خلصنا بقى. يلا مهم